القاهره كله ككتله فيها حوالي 4 5 مليون، احنا حلينا الايه الحركه بالنسبه لهم تماما. بتتحرك فيها 2 3 مليون عربيه، انا خليت 2 3 مليون عربيه دول يتحركوا في لا زمن. عقب تفقده لعمل تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة، السيسي يوجه بالالتزام بمعدلات الإنجاز لاكتمال منظومة الطرق والمحاور الجديدة. إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح في الخليل إثر قمع إسرائيلي لمسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. You can't act with impunity. Be careful. بايدن يقول أن الغارات الجوية الأمريكية بشرق سوريا رسالة تحذير لإيران. السابعة صباحا في القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تفقده لأعمال تطوير طرق ومحاور منطقة شرق القاهرة بضرورة الالتزام بمعدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين. سيادتكم، شرفنا أعلى كوبري تقاطع محور الميثاق مع محور شينزو آبي، تم توسعته وتطويره ليصبح 12 حارة مرورية، 6 حارة مرورية لكل اتجاه. ولحل التقاطعات تم عمل 3 أعمال صناعية، عمل صناعي في تقاطع شارع حسن المأمون، عمل صناعي في تقاطع محور الوفاء والأمل سيادتك مشرفنا فيه، عمل صناعي في تقاطع مهدي عرفة ومتولي الشعراوي، تم النهو بنسبة 100% عدا الكوبري عشان الضغط العالي. محور يا فندم شينزو آبي من تقاطع محور الشهيد بيربط بتقاطع محور الشهيد حتى تقاطع طريق السويس، ثم يمتد ليتقاطع مع الطريق الدائري، ثم بعمل صناعي يربط بمحور نجيب محفوظ. الطريق يا فندم عبارة عن 12 حارة مرورية، 6 حارة مرورية لكل اتجاه. في يا فندم في المنطقة اللي احنا واقفين فيها كان موجود سوق السيارات، تم التخطيط والدراسة وطبقا لتوجيهات سيادتك تم نقله لمحور نجيب، وان شاء الله هيسع 4000 سيارة. تم يا فندم التنسيق مع وزارة الكهرباء والأجهزة على نقل الخط الضغط العالي، هو عبارة عن 27 برج، وتم بالفعل نقل الكابلات من هوائي إلى أرضي، وإن شاء الله يا فندم جاري أعمال إزالة الكابلات وإزالة الأبراج. تم التخطيط يا فندم لعمل 18 كوبري، تنفذ منهم 12 كوبري على محاور الأوتوستراد والسنهوري والبطراوي ومصطفى النحاس، وجاري الأعمال بمحور الميثاق ومحور شينزو آبي. بالنسبة للأعمال اللي تمت على محور الميثاق يا فندم، تم تنفيذ 3 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو 200 يا فندم. بالنسبة لفندم محور شينزو آبي عليه 5 أعمال صناعية. المرحلة الأولى يا فندم تم تنفيذ 3 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو 500. بالنسبة فندم للمرحلة الثانية تم دراسة عمل 2 كوبري، كوبري يعبر مدينة الأمل ثم كوبري يعبر الطريق الدائري يا فندم. أثناء تنفيذ المحاور يا فندم على محور شينزو آبي ومحور الميثاق، تم نقل وإحلال وتجديد شبكات المرافق، شبكات مية يا فندم لخطوط مية بأقطار تصل من 400 و600 و800 حتى 1000 ملي، وخطوط صرف صحي يا فندم بأقطار من 600 ل 900 ملي يا فندم. بالإضافة يا فندم لأن في بعض المرافق من الكهرباء
والاتصالات والغاز تم خروجها خارج حدود الكباري لسهولة صيانتها في المستقبل. أنا بعمل كل الحجم ده من الكباري ومن الطرق ليه؟ الهدف منه إيه؟ تحرير الحركة يا فندم. تحرير الحركة بالظبط. أنا عايز أقولهم إن أنا بحرر الحركة. أدي محور الشهيد أهو وأدي محور حسن محمود. أنا بعمل بقى الحركة بتاعت زاكر حسين بالكامل بحررها له لغاية فين؟ لغاية الدائرة. حررتها له بالطريقة دي بالظبط. وأنا عملت كم محور موازي بقى فندم؟ يبقى عندي الشهيد بالظبط، عندي زكر حسين، عندي النصر السكة البيضاء اللي سميتوه، ثم صلاح سالم، ثم جسر السويس. تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. يبقى انا شرق القاهرة، شرق القاهرة كله ككتلة فيها حوالي 4-5 مليون. تمام. احنا حلنا الايه؟ الحركة، الحركة بالنسبة لهم تماما. بتتحرك فيها 2-3 مليون عربية. بالزبط. انا خليت ال 2-3 مليون عربية دول يتحركوا في لا زمن. تمام. هو ده اللي انا احب اسمعه واقوله للايه؟ تمام. للناس عشان تبقى فاهمه ليه احنا بنعمل ده كله. الفلوس دي كلها بنصرفها عشان نعمل حركه ميسره تمنع التلوث، تضيع وقت وجهد كتير وقود كتير وتخفف على الناس. المحور بتاع شين زقابي اللي احنا قلنا عليه مهم قوي انك انت تقول هنا ان احنا قلنا هنكمل جوه مدينه الامل عشان نفتح لهم محور. هم بالظبط فوق هيبقى كوبري وتحت بقى ايه؟ طريق لهم. بالزبط. طريق لهم. تمام. طريق لهم. ثم بقيه الطرق اللي احنا بنفكر ان شاء الله نعملها لهم عشان نخلي المكان هناك اكثر سهوله في الحركه دي لغايه لما نوصل طريق السويس. تمام. مش كده؟ يبقى انا خليت طريق السويس ده محور رئيسي جدا بيجيب من مدن كبيره العبور والشروق والتجمع وغيره. بالظبط. وخليت له روافد على الشهيد. بالظبط. وخليت الروافد على حسن مأمون، وخليت الروافد على شينزو أبي. تمام. احنا امتى هنشيل بقى الاخر ده؟ لان ده اخركم شهرين ثلاثه موضوع الكهرباء ده. ايوه يا فندم. الضغط العالي يا فندم خلاص كله بالكامل اتحول ارضي وجاري دلوقتي ازاله الكابلات الهوائيه. فاضل كابلين الهوائي يا فندم يتزالوا، مرتبين مع وزاره الكهرباء على من بكر اتشال الابراج. طيب العرض ده قد ايه؟ من المباني دي 300 متر من اول يمين للشمال. اللي جواه ده ايه هتعملوه ده موضوع تاني. كم متر؟ حدود 300 متر. 300 متر بالظبط. طيب يبقى انت هتحافظ على 300 متر عدا الحته اللي عند مدينه الامل. مدينه الامل مش كده؟ تمام يا فندم. طب شاكرين. وقد اطلع السيد الرئيس من المسؤولين الإنشائيين في بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشددا سيادته على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز. سيادة فندم، تكمل الدراسات، تم تطوير طريق السويس الجديد فندم، 18 حارة مرورية بواقع 9 حارة مرورية لكل اتجاه. سيادتك فندم، اجمالي مشروع الطرق، اجمالي الطرق 3 كيلومتر، 12 حارة مرورية بواقع 6 حارة مرورية لكل اتجاه. الطريق يا فندم بيكون من طريق بيربط بين طريق السويس الجديد وطريق السويس القديم، طريق بيربط بين السويس القديم ومحور يوسف السباعي. طريق يا فندم نفس الطريق اللي احنا بيربط ما بين السويس الجديد ويوسف السباعي، منه محور بيربط على محور محمد نجيب، ومنه فندم على مناطق القاهرة الجديدة. المشروع يا فندم كان فيه كميات الحفر بتاعنا فندم في المشروع في 3 كيلو، وصلنا ل 400,000 متر قطع فندم في تربه متماسكه وصخر، وتم الانتهاء منه يا فندم، وجري دلوقتي يا فندم اعمال ارنقه الميول والحمايه من السيول. المشروع يا فندم الغرض منه ان هو بيخفف الاعباء المروريه عن المحاور الرئيسيه، يساعد معانا يا فندم على التنميه المستقبليه والمستدامه للمنطقه المجاوره، وقربه فندم برضو من مركز النقل المتكامل، بيساعد على ان الحركه من مناطق القاهره الجديده لمركز النقل المتكامل بتساعد ان هو ما تستخدمش فندم المحاور الرئيسيه، وبالتالي بخف الاعباء عن المحاور الرئيسيه فندم. تم التنسيق مع هيئه المجتمعات العمرانيه ممثله في جهاز مدينه القاهره الجديده فندم، ان هو عشان نعظم الاستفاده من المشروع ان احنا نبدا نطور محور يوسف السباعي يا فندم من تقاطعه مع محور مصطفى كامل، وحتى تقاطعه مع شارع التسعين الشمال يا فندم، بواقع ان هو يبقى 12 حاره مروريه 6 حاره مروريه لكل اتجاه. وبالفعل يا فندم شغال فيه دلوقتي جهاز مدينه القاهره الجديده فندم. من ضمن التنسيق اللي نسقناه برضه يا فندم ان احنا هنا تحت الطريق يا فندم عملنا عدايات مستقبليه للمرافق بعد كده عشان ما يتمش قطع الطريق، بالتنسيق مع الشركه الوطنيه للطرق يا فندم. بيتم التنسيق يا فندم برضه مع جميع اجهزه الدوله لنقل وحمايه المرافق اللي كانت مقابلانا في التعرضات، وتنفيذ شبكات صرف الامطار. طيب
مرمى. الهيتش ده خلص؟ ده فندم اتنقل الارضي، وصل الارضي وهم بجري اجراء الفك بتاعه، لكن هم شغلوا الارض يا فندم واتحصل فيه الكهرباء، اتنقل فيه الكهرباء. لما اتحط الكابل الكهرباء الارضي تشال الحاجات ديت من المكان؟ تحت امر سيادتك فندم، تحت امر سيادتك. بيتم فندم تنفيذ كل الاعمال فندم طبقا لمعايير الجوده العالميه والكود المصري. ده من استلام المشروع يا فندم بيتم اختبار المواد الصالحه والغير صالحه يا فندم، بيتم احلالها من مسار المشروع يا فندم بالتنسيق مع المكاتب الاستشاريه والجامعات المصريه يا فندم لتحقيق المعايير والمواصفات القياسيه طبقا للكود المصري يا فندم. شكرا. أذن الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بشدة قيام إسرائيل بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحجة احتفال المستوطنين اليهود بمناسبة عيد المساخر. ودعا الدكتور شوقي علام إلى ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي لوقف منع إسرائيل لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد جد بالأراضي الفلسطينية المحتلة. في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أيضا أصيب عشرات الفلسطينيين بجراح إثر قيام إسرائيل بقمع مسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. هذه المسيرة تؤكد أن السنين قد تمر، لكن الذاكرة تأبى أن تنسى أن سياسة الاحتلال لم ولن تتغير، وأن سياسة القمع العنيف هي خياره الأول. عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق وسط مدينة الخليل لدى قمع جيش الاحتلال مسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم بعد 27 عاما ما زالت هذه السياسة قائمة، الضحايا ما زالوا يدفعون الثمن، لذا يرفع الفلسطينيون أصواتهم ضد هذه السياسة ويطالبون بتفكيك المستوطنات اليهودية. قوات الاحتلال عمدت لإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين عقب خروجهم في مسيرة انطلقت من أمام مسجد الشيخ علي البكاء إحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي وتنديدا بإجراءات واعتداءات الاحتلال على الحرم، ما أدى لإصابة العشرة منهم بحالات اختناق. كان المستوطن الإرهابي المتطرف باروخ جولدشتاين دخل الحرم الإبراهيمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من عام 1994 وشرع في إطلاق النار على المصلين، ما أسفر عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 آخرين. المشهد نفسه تكرر في قرية دير جرير شرقية رام الله، وتحديدا في محيط جبل الشرفة، إذا أصيب عشرات من الفلسطينيين أيضا بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة تندد بإقامة بؤرة استيطانية جديدة. كان عدد من المستوطنين عمدوا قبل نحو شهرين إلى نصب خيام وبدأوا أعمال حفر ووضع صهر جماء تحت حماية جيش الاحتلال. ويستهدف المستوطنون منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير منذ سنوات، ويقومون برعي أغنامهم فيها، ما يكبد المزارعين الفلسطينيين خسائر كبيرة. قال بيان لوزارة الخارجية السورية إنهم يدينون بأشد العبارات الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مناطق بمحافظة دير الزور الواقعة بالقرب من الحدود العراقية. وقالت الخارجية السورية إن الهجوم الأمريكي على مناطق بمحافظة دير الزور يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا شرعية الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة. قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا عقب لقائه في موسكو نظيره الأفغاني محمد حنيف إن واشنطن لم تبلغ بلاده بخطتها لشن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل دقائق معدودة.
جيشنا تلقى تحذيرا مسبقا قبلها بخمس دقائق، بالطبع هذا لا قيمة له حتى من زاوية فك الاشتباك كما يقولون في العلاقات بين الجنود الروس والأمريكيين. هذا النوع من الإشعارات يأتي حرفيا والهجوم ينفذ بالفعل. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن غارات بلاده الجوية على منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران في شرق سوريا كانت بمثابة تحذير لإيران التي تهاجم ميليشيات توصف بأنها وكيلة لها أهدافا أمريكية في العراق. وقال جو بايدن ردا على سؤال حول ما هي الرسالة التي أرادت بلاده إيصالها لإيران بغاراتها التي أوقعت قتلى بين المسلحين، أن الإيرانيين لا يمكنهم العمل دون إفلات من العقاب وأنهم يجب أن يكونوا حذرين. في السياق المتصل، قال سعيد خطيب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الغارات الجوية الأمريكية على مواقع بشرق سوريا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. كانت تقارير صحفية ذكرت أن الغارات الأمريكية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران تسيطر على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع يقع على الجانب السوري من الحدود مع العراق. الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها مجموعات عراقية استهدفتها ضربات أمريكية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مقاتلا بحسب تقارير صحفية. التقارير الصحفية تقدر بنحو 15,000 عدد مقاتل المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور، وتحديدا المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مرورا بالميادين. ومنذ انتشارها في منطقة دير الزور أنشأت القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها مواقع وثكنات عسكرية. وعلى مر السنوات تعرضت شاحنات كانت تقل أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية خصوصا في المنطقة الممتدة بين الميادين والبوكمال، وقد نسب معظمها إلى إسرائيل التي تؤكد دائما عزمها منع ما تصفه بالتجذر الإيراني في سوريا. ويوضح مراقبون أن السبب الرئيسي للتواجد الإيراني في غرب الفرات هو نجاح طهران والمجموعات التابعة لها في ضبط الأمن في المدن التي تسيطر عليها، فلا قتل هناك ولا خلايا للتنظيم داعش، علاوة على ما يقدم من مساعدات غذائية تصل أساسا من العراق لاستعطاف الناس وللحصول على ولائهم مقابل الخدمات على أنواعها الصحية والتعليمية والمعيشية. كما تقاتل مجموعات عراقية إلى جانب القوات الحكومية السورية بطلب إيراني، وتنتشر هذه المجموعات بشكل رئيسي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا منذ انتهاء العمليات ضد تنظيم داعش في العراق ثم سوريا، وتتخذ من مدينة البوكمال مقرا. ومن أبرز هذه المجموعات كتائب حزب الله التي قتل مسلحون من صفوفها جراء ضربات جوية في شرق سوريا أحدثها الضربة الأمريكية. وتعد تلك الكتائب أبرز فصائل الحشد الشعبي العراقي، ويعتبرها مراقبون ثالث قوة في المحور الذي تقوده طهران في المنطقة بعد الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. دعا جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية إلى بذل جهود منسقة لتنشيط الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015. The latest nuclear step by Iran are very much concerning. الخطوة النووية الأخيرة التي اتخذتها إيران مقلقة للغاية، لكن في الوقت نفسه أنا مقتنع بصفتي منسق خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني بأن لدينا مساحة دبلوماسية ونافذة للحوار في هذه اللحظة لتنشيط هذه الاتفاقية وفقا للرغبة التي عبرت عنها إدارة بايدن الجديدة. نحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة والتركيز على الحلول لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح حتى يفي الجميع بالتزاماتهم، وهذه مناسبة لا يمكننا تفويتها. في مدينة الناصرية العراقية لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 175 آخرين بجراح إثر وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بالإصلاح والتغيير.
كان العراق شهد في أكتوبر من عام 2019 اندلاع مظاهرات غير مسبوقة تطالب بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد. في العاصمة المغربية الرباط، قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الليبيين يتطلعون إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية. كان الفرقاء الليبيون قد اتفقوا على تشكيل حكومة مؤقتة في عملية توسطت فيها منظمة الأمم المتحدة. في مدينة نيويورك، قال كياو موتون مندوب ميانمار في الأمم المتحدة إن بلاده تحتاج لعمل قوي يضع نهاية فورية لقرار مفاجئ اتخذه قادة الجيش أوائل فبراير الجاري بالإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة. نحتاج لأقوى تحرك ممكن من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، لوقف قمع المواطنين الأبرياء، ولإعادة سلطات الدولة للشعب واستعادة الديمقراطية. تداعيات القرار المفاجئ بفرض حالة الطوارئ لمدة عام والذي شهدته ميانمار مطلع الشهر الجاري تحت مزاعم وقوع حالات تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ما زالت آخذة في التفاقم شعبيا وسياسيا. المواطنون في ميانمار ما زالوا على رفضهم لهذا القرار المفاجئ الذي أطاح بحكومة مدنية منتخبة، غير أن الجيش والشرطة يسعيان بكل قوة لتعزيز سيطرتهما على مقدرات الأمور في دولة ذاقت الأمرين طوال عقود. شرطة ميانمار انتشرت ليلا بمدينة يانغون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عينه قادة الجيش الذين اتخذوا القرار المفاجئ بإعلان حالة الطوارئ لمدة عام، فيما أعلن البنك الدولي أنه لن ينظر في طلبات تمويل كانت ميانمار تقدمت بها. هذه المواجهة تلقي الضوء على المقاومة التي يواجهها قادة الجيش في الكثير من القطاعات في سعيهم لفرض سلطتهم على مواطنين اعتادوا على الحكم المدني لإدارة سوتشي. في مدينة ياريفان عاصمة أرمينيا، شارك عشرات الآلاف من المواطنين في مسيرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشنيان على خلفية هزيمة بلاده في حربها مع أذربيجان العام الماضي والتي اعتبرها كثيرون عارا وطنيا. ما زالت احتجاجات المعارضة في أرمينيا متواصلة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشنيان الذي أشعل أزمة سياسية في البلاد عندما رفض الدعوات المطالبة باستقالته. الألاف من أنصار المعارضة تظاهروا في شوارع العاصمة يريفان ملوحين بشعارات منددة بالحكومة وهزيمة البلاد العام الماضي في الحرب مع أذربيجان والتي اعتبرها كثيرون عارا وطنيا. وفي محاولة لنزع فتيل التوتر، دعا باشنيان المعارضة إلى البدء في محادثات سياسية، مهددا في الوقت نفسه باعتقال أي معارض ينتهك القانون. وردا على ذلك، أقامت المعارضة حواجز ونصبت خياما بالقرب من البرلمان للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وغرقت الدولة الواقعة في جنوب القوقاز في أزمة سياسية جديدة عندما رفض باشنيان الدعوات المطالبة باستقالته واتهم الجيش الذي كان يدعمه بشدة بالقيام بمحاولة انقلاب عسكرية لدعوته رئيس الوزراء إلى تقديم الاستقالة. وتطالب المعارضة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشنيان منذ الهزيمة العسكرية لأرمينيا أمام أذربيجان في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ في نهاية عام 2020.
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس الجمعة تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 49 حالة وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 433 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 139,927 حالة. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أعدته بريطانيا يحض على توزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويدعو القرار وهو الثاني في غضون عام يتبناه مجلس الأمن الدولي حول الجائحة إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة في سائر أنحاء العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. باكستان تؤسس وحدة شرطة تستخدم تزلق للحد من الجريمة بمدينة كراتشي. أخبار الاقتصاد مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في البلاد. وقالت بلومبرج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف كذلك إنشاء مناطق اقتصادية على امتداد قناة السويس تضم مصانع ومرافق وخدمات تصنيع تستهدف خدمة محافظات القناة ودعم الشريان الملاحي. أكد وزير البترول طارق الملا أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة في مصر صار واقعا، وذلك بفعل التزام الدولة المصرية بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول طارق الملا عبر الفيديو كونفرنس في يوم الطاقة والمناخ الخامس الذي نظمه منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة وزير الطاقة السعودي. وصلت أسعار الذهب تراجعها متأثرة بالانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية. وتراجعت أسعار الذهب بمقدار 6 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 775 جنيه، كما انخفض سعر عيار 18 مسجلا 664 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 886 جنيه. من جهته قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب إن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى لها خلال عام يؤدي إلى انخفاض في أسعار جميع المعادن الثمينة من بينها الذهب.
انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالمية بيتكوين إلى ما دون 45 ألف دولار لفترة وجيزة خلال تعاملات الجمعة بعد أن فشلت في الحفاظ على مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام. تعافت العملة الرقمية من بعض خسائرها لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 6.5% لتتداول قرب 48 ألف دولار. وبدأت سلسلة التراجع منذ تصريح رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بأن أسعار العملات الرقمية تبدو مرتفعة بأكثر من قيمتها الفعلية. أسست السلطات الباكستانية وحدة شرطة تستخدم التزلق للحد من الجريمة في مدينة كراتشي الواقعة جنوب البلاد. هذه اللقطات لوحدة شرطة بمدينة كراتشي الواقعة جنوبي باكستان تستخدم التزلج خلال تدربها في وحدة الأمن الخاص بمركز تدريب شرطة السند في المدينة على الحد من الجريمة. أنا جزء من وحدة التزلج، علينا أن ننتشر في أنحاء مختلفة من المدينة خلال مباراة الدوري الباكستاني الممتاز في كراتشي. انتشرنا بالفعل في أنحاء الملعب لمنع أي نشاط غير قانوني، ونقوم بدورية أيضا حول الاستاد للقبض على المتورطين في أي نشاط مشبوه. كراتشي مدينة مأهولة بالسكان وتتألف من عدة تجمعات عشوائية يصعب على سيارات الشرطة التحرك فيها بسبب ضيق حاراتها، لذلك حذت شرطة التزلج حذو وحدات مشابهة في أوروبا وأماكن أخرى نشرت بالفعل للعمل خارج أماكن إقامة بطولات الكريكت الوطنية. أسسنا هذه القوة لسببين، أولا الحد من جرائم الشوارع، وثانيا السيطرة على حالات التحرش في الأماكن العامة. وبعد شهر من التدريب يتم نشر الوحدة الجديدة في أنحاء الشوارع والممرات الضيقة للمدينة والتقاطعات المزدحمة في مراكز التسوق. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. شرق القاهرة كله ككتلة فيها حوالي 4-5 مليون، احنا حلنا الايه؟ الحركة بالنسبة له تماما بتتحرك فيها 2-3 مليون عربية. أنا خليت 2-3 مليون عربية دول يتحركوا في لا زمن. عقب تفقدي لأعمال تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة، السيسي يوجه بالالتزام بمعدلات الإنجاز لاكتمال منظومة الطرق والمحاور الجديدة. إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح في الخليل إثر قمع إسرائيل لمسيرة لإحياء الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي. You can't act with impunity. Be careful. بايدن يقول أن الغارات الجوية الأمريكية بشرق سوريا هي رسالة تحذير لإيران. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.